ثاني لو عينه هنا ده انا دايس، لو عينه لو هنا ده عنده ما عين يقدر واحد بس كده صح؟ لا جاهز بس طوال. كنت اقول السودانيين اصلا عندهم مشكله، السودانيين لو قدروا نيكو شتري بنيكو يا صاحبي، شعبي خرمان، شعبي تعبان، دينه طالع وي. اكذب عليه؟ اكذب عليه على الصراحه. بالنسبة للناس اللي بدي تعمل هيتين، ما في لو مساحة تانية، بديك بلوك في حنانك. الواحد استغفر الله وش عامل تذكرك. 7 لايكس، كلها الصفحة كلها 7 لايك، خدت الواتساب والجيميل والتيك توك والكيك كله في البايو. لا طب ليه ولا حاجة؟ شوفوا شايفين القنط، شايفين القنط، يعني من يا تيوم حمشي شي لي ستوري مع اصحابي واخوتها، لايك وات از ذس، ده شنو ده شنو ده شنو؟ دي الحاجات اللي بتكره. يعني ايه نزلت الزول يقول انه هو سوداني؟ انا ما سودانيه، ما ادري اكون معاكم. وات ذا فاك از قنط؟ الحساب ده لا حقي، لا عندي بو علاقه، لا بعرف الزول اللي عامله، ويعني دي قروش، دي كلها قروش شايله انت من وشي. ما انت 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 بتكون شين، بتكون عامل وشك عامل زي تزقيت، عشان كده بتشيل وش الناس. انت ما عندك محتوى لنفسك. شوف ذيس از مي يا اخواننا، بس نفسي اعرف، نفسي افهم ليه في زي 15 حساب في التيك توك قال انه هو انا. يعني I know I'm cute، لكن ما للدرجه دي يا ناس، ما للدرجه دي. You don't need to pretend. This is my only real account guys. مع اعمامك وكده الناس الكبار، خالات الزغر. والله احنا عيب بريء، يعني اللمه الظريفه، بريء اللمه الظريفه. مرات صح؟ ها؟ تعملوا كيك وبسبوسه وكده. جبن احنا بعدين بنشيل لنا جردل من الدكتور، نعمل لنا اغاني وحركات زي الجردل. دلوك عندنا دلوك عادي، هو دلوك بنسخنه. والله ده كلام، احنا لا احنا بنقول لنا جردل، احنا ناس من برمان بجرادل. انا ما اعرف ليه ناس من درمان لما نقول حاجه الا تكون حاجه كعبه بيقولوا نحن ناس من درمان. سيدي الجردل ده سيدي. طيب عيني ده الدين اغنية حاجة اللي انتو لازم الزول ده ضرب لي عديل، خطط اللايف ده بالحتة مخططه، بس سيجارته، بس سيجارة حتطلع كيف، بانه هيعمل فيها ما عارف. انا حالف انت كنت عارف، you knew what I was coming to do. الموضوع مخطط بالحتة، انت حتطلع السرارة وانت حتلف فيها، وانا حقول لك ده شنو، وانت حتقولي لي ده كده كده كده، وانا حعمل لك فيها رايح وزي ما عارف My nigga you fake as fuck, be real with your followers. كمان حنزل لكم صورة الفيديو كول قبال اللايف، وحرسل لكم صورة السكرين شوت اللي اخذتها في الفيديو كول when we fucking spoke, okay? Okay? لأنه أنا ما قاعد أكذب ولا محتاج إنه أكذب. I swear. يا جماعة بسم الله، في زول بنزل 10 ستوريات بتكلم عن زول وتعمل له بلوك. My nigga if you wanna fight me come talk to me, come talk to me. اصبروا اصبروا حنكشح الزيت الليل، الصبر بس. يا جماعة بسم الله، في زول بنزل 10 ستوريات بتكلم عن زول وتعمل له بلوك. My nigga if you wanna fight me come talk to me, come talk to me. اصبروا حنكشح الزيت الليل، الصبر بس. حاجة اللي انتو لازم الزول ده ضرب لي عديل، خطط اللايف ده بالحتة مخططه، بس سيجارته، بس سيجارة حتطلع كيف، بانه هيعمل فيها ما عارف. انا حالف انت كنت عارف، you knew what I was coming to do. الموضوع مخطط بالحتة، انت حتطلع السرارة وانت حتلف فيها، وانا حقول لك ده شنو، وانت حتقولي لي ده كده كده كده، وانا حعمل لك فيها رايح وزي ما عارف. My nigga you fake as fuck, be real with your followers. كمان حنزل لكم صورة الفيديو كول قبال اللايف، وحرسل لكم صورة السكرين شوت اللي اخذتها في الفيديو كول when we fucking spoke, okay? Okay? لأنه أنا ما قاعد أكذب ولا محتاج إنه أكذب. I swear. سجاير ولا دارك عامل الحياة بترجع لي والله، ما بيسألك مني معلش، لكن كلام فيك انت فيش يقول لي انه بيته كامل بيته وسخان، وانت مش هتجبتني عزلتني من دون الناس.
بتشتغل شنو؟ بتشتغل شنو؟ انا شغال شنو؟ هاي شغلت الحال. والله ما شاء الله، اني بتقول للبنات اديني رقمكم كده بعد للناس اللي شايفه الستوريات حقتي ما في، والبوستات حقتي مختفيه وما في لايفات، ما تفتكروا اني مختفيت، اني راجعه وكمان اللي طلع